تعالوا بقى نشوف تفاصيل أكتر عن أسعار صرف العملات. صباح الخير عليكم مشاهدينا، نتعرف مع بعض دلوقتي على أسعار صرف العملات، وهنبتدي مع الدولار الأمريكي. سعر البيع بيسجل 15.77، أما الشراء فبيسجل 15.65، أما اليورو فسعر البيع بيسجل 17.37 والشراء 17.23، الجنيه الاسترليني البيع 20.67 والشراء 20.50. هنروح للفرنك السويسري، البيع 16.79، أما الشراء فبيسجل 16.64، الريال السعودي البيع بيسجل 4.20 والشراء 4.17، الين الياباني البيع بيسجل 13.27 أما الشراء فبيسجل 13.19. هنروح للدينار الكويتي، البيع بيسجل 51.93 أما الشراء فبيسجل 51.41، الدرهم الإماراتي البيع بيسجل 4.29 أما الشراء فبيسجل 4.26، اليوان الصيني البيع بيسجل 2.48 والشراء بيسجل 2.46. وبالنسبة لأسعار الذهب، فعيار 18 بيسجل 763 جنيه للجرام، وعيار 21 بيسجل 890 جنيه للجرام، عيار 24 بيسجل 1017 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب بيسجل 7120 جنيه. خلونا دلوقتي مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة في انخفاض في درجات الحرارة، والطقس هيكون مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، وفي النهاردة نشاط للرياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وسط سيناء، وفي كمان فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وسط سيناء، وكمان أمطار خفيفة بالليل على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 18، وأعلى درجة حرارة في أسوان 29، وأقل درجة حرارة في العريش 16. هنتابع مع حضراتكم أحوال الطقس بالتفصيل في النشرة الجوية، ولكن بعد شوية.